العظم مال الفخذ الاول فوق جوا هذا لو هي لا لا انت بس حزه داير ما دايره بسكينه فره فرتين طلعت اليوم كان عندنا تسحيب الدجاج. تسحيب الدجاج أخذنا محاضرة كاملة من الشيف سوادي وعلمنا على طريقة صحيحة بحيث ما نبذر منها ولا فتفوتة صغيرة. العظم اللي يطلع راح نشتغله بشيء، واللحم اللي يطلع نقدر نسويه بأطباق هواية. سحبته مثل ما علمنا الشيف بالضبط، وكانت يعني الطريقة أنا اللي شفتها طريقة جيد جدا. يعني الطبق اللي اشتغلته طبق الدجاج بالصلصة الفطر. صلصة الفطر دائما تكون لونها بيضة، أنا تعمدت أضيف البابريكا المدخنة تعطي نكهة وتغير من الصوص ترفع لون شوية. طريقة الدجاج اللي اشتغلتها صار الطبق مالتها يعني على 3 مراحل. الدجاجة كانت سميكة ما حاولت ألعب بيها، خليتها نفسها بس أعطيها الاستواء الجيد. شوحتها على الطاوة، أخذت مني تقريبا 10 دقائق شوحت، بعدين خليتها الطبق والسيليفون ورق الزبدة والسيليفون دخلتها للفرن تقريبا هم 10 دقائق. بعدها ضفت الصوص الكريمه، كريمه الطبق مع الفطر. عندي البصل سويته كارمنايز عم يعطيني شويه سكر حلا والطعم. رجعت الدجاج وخليته بالسليفون على مود ياخذ الاستواء الجيد. خلاص نرجع الكريمه انتهى الموضوع ونص النار. سوري سوري لا تبكي. لا 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 مو شرط تمن اكلتك، مو شرط تمن. ايه بس كانت تمن تمن سويت طبق هندي اسمه بتر تشيكن. الوقت كان شوية ضيق، يعني مال الباستا كان أكثر مع أن الباستا تأخذ وقت أقل، ودجاج تسحيب وتقطيع هو هذا وقت كان أقل، واليعني اللي نسويه أكثر يحتاج مجهود أكثر، فأتوقع هذا الشيء اللي أخرني. بالنسبة للطبق أول شيء سحبت الدجاج قطعته وتبلته وخليته بالثلاجة، يحتاج ثلاجة 15 دقيقة. وراها حمست البصل والطماطة وخليت وياه فلفل، وراها خليته بالخلاط صار شوي قوام سخين، صفيته بالمصفاية فانطى الصوص وطلعت الدجاج خليته بالطاوة ويا الزبد، استوى شوية وخليت فوقه الصوص، خليتهم يغلون سوا فجهز الصوص. بالنسبة للصوص ما كان عندي أي مشكلة، كان كله فت بس التمن اللي أخرني.